طيب بالعوده كمان للنادي الاهلي او باستكمال اخبار النادي الاهلي، عايز اتكلم بالتحديد على حمدي فتحي، وامر يعني جيد جدا ومبشر جدا بخصوص اللاعب. والطبيب الالماني خلاص هيرمان ماير قال ان حمدي فتحي الامور بالنسبه له ماشيه بصوره نموذجيه، وان اللاعب في طريقه للعوده ان شاء الله باذن الله للتدريبات، يعني قدامه شويه لكن الحاله مطمئنه جدا. كل البرنامج المحطوط للاعب ماشي على ما يرام بالشكل المطلوب، بالشكل اللي يساعد على عوده اللاعب سريعا باذن الله للتدريبات الجماعيه. واحنا عارفين كان في مراحل عديده بالنسبه لحمدي فتحي بعد ما اصيب بقطع في غضروف الركبه، نتمنى له العوده سريعا، احد اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، ولا اكيد تاثر النادي الاهلي بغيابه.